لله رب العالمين. الحمد لله الذي أذل بالموت رقاب الجبابرة وأنهى بالموت آمال القياصرة، فنقلهم سبحانه بعظمة الموت من القصور إلى القبور، ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود، ومن مداعبة الجوار والغلمان إلى مقاسات الهوام والديدان، ومن التنعم في الطعام والشراب إلى التمرغ في الوحل والتراب. سبحانك كل باك فسيبكى، كل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذكور سينسى، وكل مزخور سيفنى، ليس غير الله يبقى، ليس غير الله يبقى، ليس غير الله يبقى. من علا فالله أعلى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المتفرد بالجلال والمتوحد بالجمال والمتصف بكل جلال وجمال وكمال، خلق الخلق بقدرته ودعاهم إلى عبادته، وأرسل إليهم رسله مؤمنين به داعين إليه، ففتح الله بهم وعلى أيديهم أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من صفوة خلقه وحبيبه، إنسان عين الوجود وصاحب الحوض المورود وقائد أشجع الجنود وخير من وفى بالعهود وحامل اللواء المعقود، سر الأسرار ونور الأنوار وترياك الأغيار، وإنه عندنا لمن المصطفين الأخيار، شمس العناية الإلهية ونور الرعاية الربانية، أرسله بالهدى ربه بالهدى ليكون رحمة للثقلين، فتحقق فيه قول ربنا جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلك مني يا أعظم الأنبياء تحية، وعليك من كل القلوب المحبة لك سلام. ثم أما بعد أحبتي في الله، وحدوا الله. يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. يقول المفسرون إن ربنا سبحانه وتعالى لخيرية أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها هي الأمة الخاتمة، وجعل ختامها مسك، لأنها أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكتسب أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الخيرية من لا شيء، وإنما أسباب الخيرية ذكرها الله لأنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لماذا قال تؤمنون بالله؟ لأن هناك من اليهود ومن النصارى ومن المشركين ومن الملحدين ومن الشيعة الباغضين للإسلام والمسلمين من يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أحيانا، ولكن
لا يأمرون بالمعروف بدافع العقيدة وإنما بدافع الإنسانية، كما نرى أهل الغرب يتحركون عن بكرة أبيهم حينما تحدث بعض المذابح لبعض المسلمين، ليس لأنهم يشفقون على المسلمين وإنما إنسانية منهم. فالله سبحانه وتعالى جعل العمود الفقري لهذه الأمة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أخرج الإمام أحمد في مسنده والإمام أبي داود في سننه بإسناد حسن صحيح من رواية سيدنا أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه أن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم قال، صلوا على رسول الله، النبي يخاطب الصحابة ويقول لهم كيف أنتم تعملوا إيه يا صحابة رسول الله، كيف أنتم إذا طغى نساؤكم وفسق شبابكم وتركتم جهادكم تعملوا إيه؟ تعملوا إيه يا رجالة الأمة رسول الله؟ لو النساء طغت والشباب فسقوا وتركنا الجهاد الذي هو رهبانية الإسلام. الصحابة دي عندهم أمر خطير جدا، فاستعجبوا أشد العجب وقالوا وأن ذلك كائن يا رسول الله؟ معقول الحاجات دي تحصل في أمة رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. فوضع الصحابة أيديهم على رؤوسهم وقالوا وما أشد من ذلك يا رسول الله؟ قال كيف أنتم إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فتعجبت الصحابة أكثر من عجبهم الأول وقالوا وكائن ذلك يا رسول الله؟ أمال نبقى أمتك إزاي ما نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. قالوا وما أشد من ذلك يا رسول الله؟ إنها ابتلاءات يأتي بعضها خلف بعض. فقال كيف أنتم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ قالوا وكائن ذلك يا رسول الله؟ قال نعم، وأشد منه سيكون. قالوا وما أشد من تلك البلاء يا رسول الله، من ذلك البلاء يا رسول الله؟ فقال كيف أنتم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ عند ذلك يسلط الله على أمة رسول الله فتنة يصير الحليم فيها حيران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كانت جلسته مع صحابته ليست غيبة ولا نميمة ولا فلان عمل ولا فلان سوى ولا بنت فلان عملت ولا بنت فلان سوى ولا زوجة فلان عملت ولا الكلام اللي هو بيودي الأمة في داهية. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته هو قاعد معاهم يسألهم يقولهم حد منكم شاف رؤيا الليلة دي يقولها لنا؟ حد منكم عنده سؤال يسأله؟ عشان اما هم يسألوا يجي يجاوبهم يبقى الجواب ثابت في دماغهم. فالنبي بيقول لهم كيف انتم؟ ايه رأيكم؟ انا هخبركم عن اخر الامة، ايه اللي هيحصل في نهاية الزمان. فالصحابة كانت بتقعد امام رسول الله كأن على رؤوسهم الطير. يعني الواحد يسمع الموعظة
ما يهرش ما يتحركش اكتر من الطابور. لو انت واقف قدامك قائد كتيبة لو تعبان قرصك ما تتحركش، انما وانت واقف قدام ربنا كل الامراض بتمسكك. عايز تكح بتكح، عايز تهرش بتهرش، عايز تتلفت بتتلفت وتقول يا رب تقبل. طب ازاي اذا كنت بتخاف من البشر اكتر من خوفك من رب البشر؟ يبقى انت منتظر اما ترفع ايدك وتقول يا رب ربنا يستجيب ليك. هذا يتنافى مع الادب الرباني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: كيف أنتم إذا طغى نساؤكم وفسق شبابكم وتركتم جهادكم؟ بيقولوا له يا رسول الله معقولة هيجي وقت وإحنا اللي بنضحي بالغالي والنفيس، وإحنا اللي بنطلع نحارب الفرس والروم، وإحنا اللي بنطلع نحارب كل واحد بيقف أمام لا إله إلا الله بنحاربهم، هيجي وقت النساء بتوعنا كلمتهم هي اللي تمشي؟ هيجي وقت المرأة هي اللي تتحكم في البيت؟ هيجي وقت المرأة هي اللي يتخذ رأيها أعمل أو معملش؟ إذا استأسدت الأنثى أو إذا استنوق الجمل واستجملت الناقة فكل على الدنيا العفاء. ربنا سبحانه وتعالى جعل الركيزة الأساسية هي الرجال قوامون على النساء. لذلك عشان الانفتاح اللي حصل دلوقتي تبص تلاقي بعض النساء، الواحدة تمسك مديرة بنك مثلا يبقى دخلها 15-20-30 ألف، تقول أنا جزي بقيم علي ازاي؟ ده أنا بقبض أكتر منه وبيقبض 3000 جنيه، أنا بقبض 30 ألف. يبقى مين اللي له القوامة؟ ربنا قال بما فضل الله بعضهم على بعض. يبقى في المقام الأول تركيب جسم الراجل ربنا جعل فيها المقوم إن هو يبقى قوام على الأسرة. وبما أنفقوا من أموالهم، ما قالش وبما أنفقنا من أموالهن، لأن المرأة لا تخرج إلى العمل إلا بشروط وضعها ربنا سبحانه وتعالى حينما تحدث عن بنتي سيدنا. مين؟ لما سيدنا موسى راح يسألهم سيدنا شعيب: انتوا ايه اللي خارجكم؟ مش بعادة ان انتوا تقوموا بعمل الرجال؟ فقالوا: وابونا شيخ كبير. ده اللي خلانا ان احنا نطلع ونقف مكان الرجالة، انما الاصل فيهم ان هم في البيت، الاصل فيهم ان هم درر مصونة في البيت ما يخرجوش منه. فكيف أنتم إذا طغى نساؤكم وفسق شبابكم؟ الشباب اللي هو مقياس تقدم الأمم، أقم عليهم. أقم على الشباب مأتما وعويلا، كبر عليهم أربعا، وكل لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، فلنصبر ولنحتسب. سيدنا أسامة بن زيد كان في إحدى الغزوات، كان عمره لسه 14 سنة، فكان سيدنا النبي لما يجي يستعرض الجيش اللي هيخرج يجاهد تبص تلاقي الصغيرين الواحد منهم يقف على طراطيف صوابعه كده عشان يبلل رسول انه كبير، انني انفع اطلع جاهد، انني راجل. انما دلوقتي الشباب مش عارف ايه القضية اللي ممكن يجاهد عليه، مش عارف هو ممكن يعمل ايه، مش عارف اصلا ايه المقدس اللي محتل، مش عارف ايه اللي بيحصل في المسلمين في بقاع الارض. كل اللي همه يقعد على الفيسبوك طول الليل، كل اللي همه يعاكس في بنات الناس، كل اللي همه يسقط البنطلون بتاعه وهو ماشي، كل اللي همه يلبس الانسيال في ايده، كل اللي همه يفتح صدره. بالله علينا، بهؤلاء الشباب تنتصر أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلا، لأن هؤلاء ليسوا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل على ذلك
مش كل واحد جه في أمة سيدنا النبي يئبى من أمة سيدنا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل كان يقول: وأنا أقف على حوضي، حوض سيدنا رسول الله، بيبقى الناس لسه خارجة من المشهد العظيم والشمس فوق رؤوسهم، فتبص تلاقي الواحد منهم عطشان، يطلعوا جري على حوض رسول الله عطشان، فالنبي يجي يقدم الأكواب والكيزان لهم عشان يشربوا، تيجي الملائكة تقول لي: دول لأ يا محمد، دول يرجعوا ما يشربوش، يقول لهم: إنهم أمتي. الملائكة تقول له: لا ده مش أمتك. ليه؟ ده دول يعتبر بعثوا في آخر الزمان، يعني وين النبي بتاعهم؟ ومكتوب في البطاقة بتاعتهم مسلمين وموحدين ومؤمنين بالنبي محمد. يقول له: يا محمد دول مش أمتك. ليه؟ أنتم لا تدرون، أنت لا تدري ماذا أحدثوا بعدك يا محمد. فأول ما يعرض على سيدنا رسول الله الفضائح والابتلاءات بتاعت أمته، يقول: سحقا لكم وبعدا عنكم كنت أجادل، لاني بجادل مع ربي عشان خاطركم، وانتم مقصرين برقبة رسول الله عشان ايه؟ عشان متعة فانية، عشان لذة فانية. يا ذلة كتبت، يا ذلة كتبت في غفلة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تحرقني. الزلة انت عملتها واتمتعت بيها، بس المشكلة انها تأيدت عند الملائكة الكرام الكاتبين الذين لا يجاملون احدا على حساب احد. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ووضع الكتاب، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أنت لقيت العمل بتاعك، بتروح جاي تقول له: يا رب أني سمعت في الدنيا أن النبي بتاعي قال حديث قدسي عنك: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. صلوا على رسول الله، وحدوا الله. إني لا أجيز اليوم شاهدا علي إلا من نفسي. يقول: يا رب انت محرم الظلم؟ يقول له: آه. يقول له: طب انا مش عايز حد يشهد علي، انا ما بعترفش بحد، حتى بالملائكة، حتى بالملائكة. امال عايز مين يشهد عليك؟ انا عايز حاجة مني تشهد علي. ربنا يقول له: بس كده اللي انت عايزه. فيختم الله على فيه، يختم الله على فمه، ويقول الله سبحانه وتعالى للجوارح: تكلمي. تنطق الجوارح بالفضائح، تقول اليد: أنا لما لا يحل الله امتددت، وتقول القدم: أنا لما حرم الله سرت، وتقول العين: وأنا لما حرم الله نظرت، وتقول الأذن: وأنا لما حرم الله سمعت واستمعت. فينطق الله، فينطق الله سبحانه وتعالى اللسان، فيقول: سحقا لكن أيتها الأعضاء وبعدا عنكن كنت أجادل ربي. يصور الله سبحانه وتعالى لنا هذا المشهد العظيم في سورة فصلت: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم
وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وتركتم جهادكم الذي هو رهبانية الإسلام. قالوا وكائن ذلك يا رسول الله؟ قال نعم وأشد منه سيكون. كيف أنتم؟ صلوا على رسول الله. كيف أنتم إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ مش معقولة يا رسول الله، مش إحنا يا رسول الله أيام الفتن اللي زي اللي احنا فيها دلوقتي، اللي بيتقل الظالم فيه عم الحج في وشه، ويتقل الواحد اللي هو السفيه التافه يا باشا، ويتقل الناس الاعالي اللي تقلدوا مناصب سمعا وطاعة؟ مش الموازين اتقلبت؟ مش انت يا رسول الله امرتنا في الوقت ده ان احنا نعتزل؟ قال لا، مش دلوقتي العزلة يا رسول الله. مش انت نزل عليك قرآن يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ ملكوش دعوة بغيركم. سيدنا أبو بكر لما سئل عن هذه الآية قال سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلوا عليه. لما سألوا سيدنا أبو بكر على تفسير الآية دي قال لهم أني سألت الخبير فيها، سألت عنها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا النبي قال لك فيها إيه يا أبو بكر؟ قال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم سلطانا لا يجل كبيركم ولا يرحم صغيركم ويدعو خياركم فلا يستجاب لهم وتنتصرون فلا تنصرون وتستغفرون فلا يغفر لكم. الرواية دي في صحيح الإمام مسلم. الرواية الثانية اللي جاءت في صحيح في سنن أبي داود قال سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا. شوف وقته تعتزل الناس لما يتكون عندك الأربع حاجات دول. حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، عند ذلك عليكم بخاصة نفسكم ودعوا عنكم أمر العوام، فإن من ورائكم أيام القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أيضا من رواية سيدنا أنس بن مالك يا رسول الله، صلوا عليه، صلوا على رسول الله، يا رسول الله متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال إذا ظهرت المداهنة في خياركم وظهرت الفاحشة في شراركم وتحول الحكم إلى صغاركم والفكه إلى أرذالكم، عند ذلك دعوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وشوف حكمة سيدنا رسول الله، شوف بلاغة سيدنا رسول الله، شوف عبقرية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول لك إذا ظهرت المداهنة في خياركم. إيه هي المداهنة؟ بالمعنى اللي احنا نعرفه إذا ظهر النفاق في خياركم، يعني الناس المصلين، الناس الموحدين اللي هم بيكلوا بالمكيالين، تبص تلاقي يعدي عليه واحد فقير، يعدي عليه واحد مسكين لا ينظر له، يعدي عليه واحد من أكابر القوم لابس الطقم بتاعه كامل
ينحني وهو بيسلم عليه. ليه؟ ليه ده كله؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. كان النبي جالسا ذات يوم فإذا برجل مر من أمامه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة: إيه رأيكم في الرجل ده؟ والرجل اللي كان معدي كان لابس جلابية غالية من اللي هي ممكن تعدي الألف والألفين دلوقتي، يعني رجل من سادة القوم. قال لهم: إيه رأيكم في الرجل ده؟ فقالوا: حري أي جدير به إن خطب أن ينكح. الرجل دي لو تقدم لحد الكل يشرف بيه، وإن شفع أن يشفع. لو جاي لك على مسألة وقال لك: معلش اصطلح أنت وفلان، تقول له: على راسي. وإن قال أن يسمع لقوله، فسكت النبي. فمر رجل آخر فقير فقال: ماذا تقولون في هذا؟ فقالوا: حري به إن خطب ألا ينكح. من الفقير اللي نجوز بناتنا ده؟ فقري جوز فقري، خلفوا لنا مجاعة. أمال فين قول الله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهذا، على الرجل الفقير، خير من ملء الأرض مثل هذا. الرجل الفقير أفضل من ملء الأرض مثل هؤلاء. ليه يا رسول الله؟ عشان الرجل الفقير ده ماشي في طريق ربنا. الرجل الفقير ده ما بيسيبش واجب لو بيروح، مش عايز الأضواء تسلط عليه، مش عايز الكاميرا تسلط عليه، مش عايز الكل يقوم له لما يقوم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. فمتى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ إذا ظهرت المداهنة في خياركم والفاحشة في شراركم. طب ما كان أيام سيدنا رسول الله في معاصي وذنوب، ليه ما قال لهمش سيبوا الأمر بالمعروف؟ النبي بيقول لك: إذا ظهرت الفاحشة، ما قالش إذا ارتكبت الفاحشة. كل ابن آدم خطاء، إنما اللي يجهر بالفاحشة، اللي يفعل فعل الماجنين الفاسقين الفجار في الوقت ده، انت تنحى عنه، لأنه صار شيطانا رجيما لا يركب في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يركب في مؤمن إلا ولا ذمة. لذلك قالها علي بن أبي طالب: يجب على المسلم أن يخاف من ثلاث: من الله، وممن لا يخاف الله، ومن لسانه. وأخيرا: لا تبكوا على الدنيا ولا تبكوا على موتاكم، فإنهم ذهبوا إلى الغفور الرحيم، ذهبوا إلى الحليم العظيم. لأن سيدنا موسى لما مات أخاه هارون فبكى موسى، فقال الله له: يا موسى، إني لا أنظر إلى ذنوبي المتوفى، ولكن أنظر إلى ضعفه وقلة حيلته. يا موسى، إني آليت على نفسي ألا أخيب رجاء عبدا اتكل علي. يا موسى، لو أن أهل السماوات والأرض قابلوني بمعاصي مثل الجبال ثم استغفروني غفرتها لهم ولا أبالي. فلا تبكوا عليهم، فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. ويقول النبي: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فنسأل أولاد المتوفى ألا
ينسوا أباهم وألا يتذكروه وهم حزان في هذا الوقت فقط، وإنما يتذكروه دائما وأبدا، لأنه كان لهم خير أب. ولا تغرنكم الدنيا بزخارفها، ولا تلهيكم الدنيا ببهرجتها، فإنها ستفنى والكل يفنى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت. صلوا على رسول الله. أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها. أين الملوك؟ أين الجبابرة؟ أين الأكاسرة؟ أين القياصرة؟ أين من دوخوا الدنيا بظلمهم وسطوتهم؟ أين الملوك التي كانت مسلطنة لقد سقاها بكاس الموت ساقيا؟ إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها والعقل ثانيها، والحلم ثالثها، والرشد رابعها، واللين خامسها، والجود ساديها. لا تركنن إلى الدنيا وزينتها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، واعمل لدار غد رضوان خازنها. والجار أحمد، والجار أحمد صلوا عليه، والجار أحمد والرحمن ناشيها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. ولا يسعنا في هذا المجال إلا أن نتقدم لأهالي المتوفى بأسمى آيات العزاء، وخير ما ينفع متوفانا الآن هو الدعاء: اللهم اغفر له وارحمه، اللهم أكرم نزله، اللهم وسع مدخله، اللهم جاف الأرض من تحت جنبيه، اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، اللهم إنه إن كان قد عصاك فقد عصاك بجهله، فمن عليه برحمة منك يا رب العالمين. اللهم إنه فقير إلى رحمتك فارحم، وأنت غني عن عذابه فلا تعذب، اللهم ارحمه رحمة واسعة تغنيه بها عن رحمة من سواك. اللهم إن الكريم إذا نزل عنده ضيف أكرمه، وأنت أكرم الأكرمين، فأكرمه كرما يليق بذاتك وجلالك يا رب العالمين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النيران. اللهم وسع له في قبره مد بصره، اللهم نور له قبره، اللهم افتح له بابا من أبواب الجنة في قبره، اللهم افض عليه من رائحة الجنة وعبيرها ما تقر به عينه يا رب العالمين. اللهم اجعل مسواه الأخير الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. اللهم إنه فقير إلى رحمتك فارحم، وأنت غني عن عذابه فلا تعذب. اللهم إن عبيدك غيره كثير كثير، وليس له رب سواك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا اليوم خير أيامه، والليلة المقبلة هي خير لياليه. اللهم اجعل هذا اليوم خير أيامه، والليلة المقبلة هي أسعد لياليه. اللهم لا تعامله بما هو أهله، وعامله بما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم عامله بالفضل لا بالعدل، وعامله بالإحسان لا الميزان. اللهم عامله بالإحسان إحسانا، وبالسوء عفوا وغفرانا ورضوانا. اللهم كن له سلاما سلاما، ولا تكن له سحقا سحقا. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه. اللهم اجعله من أصحاب اليمين، اجعله في سدر مخضوض، وطلح منضود، وظل ممدود، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، وفرش مرفوعة. اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. أشكركم على حسن استماعكم، والسلام على
عليكم ورحمة الله، وشكر الله سعيكم جميعا.